لليوم الرابع على التوالي تتواصل العمليات العسكرية التي أعلنها الجيش بحضرموت ضد عناصر القاعدة التي قال إنها تتخذ من وادي المسين غربي المكلا معقل لها. لكن ما الأهمية التي يمثلها هذا الوادي ليتخذه التنظيم معقلا له؟ يقع وادي المسين ضمن النطاق الجغرافي لمديرية بروم ميفع، وهذه الأخيرة تقع على الشريط الساحلي الغربي لمحافظة حضرموت، وتبعد نحو 30 كيلومتر من الناحية الغربية لمدينة المكلا. ويتمتع الوادي بمساحة واسعة وطويلة تقدر بعشرات الكيلومترات، تشكلها سلسلة من الهضاب والجبال ذات التضاريس الوعرة والممرات الجبلية الضيقة والمتفرعة، والتي تربطه بعدد من الأودية والمسالك المؤدية إلى هضبة حضرموت الشمالية ومحافظات كمأرب وشبوة. لتشكل جميع هذه العوامل مصادر جذب آمنة لعصابات التهريب والجماعات المسلحة كالقاعدة التي لجأ أفرادها إلى تلك المناطق عقب تحرير مدينة المكلا في إبريل 2015. وخلال الشهرين الماضيين برزت وبشكل لافت قدرة التنظيم على إعادة تجميع ما تبقى من أفراده وجعل الوادي قاعدة لشن هجمات ضد مواقع للجيش والأحزمة الأمنية في كل من مناطق الحمرة والغبر بالمنطقة الغربية، وكذلك في مديريات دوعا والضليعة وعمد بالهضبة الوسطى، الأمر الذي دفع بقيادة المنطقة العسكرية الثانية وبإسناد من التحالف العربي لإطلاق عملية الفيصل العسكرية ضد ما قالت إنها بقايا فلول القاعدة في الوادي من خلال محاصرتهم وإغلاق المنافذ والممرات التي يمكن أن يستخدمها التنظيم لإيصال الإمدادات لمسلحيه، واستهدافهم بهجوم بري من 3 محاور تحت غطاء ضربات جوية لطيران التحالف العربي. يكون التنظيم قد تلقى ضربة موجعة بخسارته لآخر معقل له في ساحل حضرموت وأحد أهم معاقله في البلاد كما تقول بعض المصادر. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.